حي السلام بمنطقة الحرية في بغداد يعاني من قلة في عدد المدارس، وفاقم هذا الحال اليوم قرار حكومي بهدم 5 مدارس يجتمع فيها أكثر من 1500 تلميذ. حقيقة تفاجأنا احنا كأهالي وأولياء أمور الطلبة في منطقة الحرية محل 438 اللي هي حي السلام، تفاجأنا بقرار هدم مدارس المدارس الخمسة اللي هذه المدارس تحتوي على 1700 تلميذ. اليوم احنا يعني هناك حقيقة يعني مخاوف في حال انه انهدمت هذه المدارس، الطلاب وين راح تروح؟ أهالي حي السلام يؤكدون أن خلافا ما زال قائما بين وزارتي التربية والدفاع الحاليتين على ملكية الأرض التي تقوم عليها المدارس قد يؤدي إلى هدمها وتشرد أبنائهم. شنو دخل هاي الطلبة وشنو مستقبلهم الضاع من 2017 وحد الآن وإلى يومنا هذا؟ يا أخي هسه الطلاب بالبداية إلكتروني وبعدين حضور وبعدين إلكتروني، هاي الطلاب ما جت استفاد شيء يعني لا من دوامها لا من حضورها، النوم اجتنا هنا هدم 5 مدارس يعني وبعدين هاي الطلاب شنو وين مستقبلها؟ التربية والدفاع الحاليتين لم تنفيا وجود مشكلة بين الوزارتين بالنسبة للأرض التي بنيت المدارس عليها، لكنهما أكدتا في الوقت نفسه سعيهما لحل هذه الإشكالية وإبعاد مصير المدارس والطلاب عن الخلافات بينهما. جاءنا تبليغ من تنفيذ محكمة التنفيذ الكرادة بالإخلاء، وحسب ما وضح الناطق الرسمي لوزارة الدفاع أن هذه الإجراءات ليس من قبلهم وإنما إجراءات المحكمة باعتبار أنه نهاية السنة لابد من إنجاز كل الدعاوى الموجودة لديهم، فجانا إخلاء خلال 3 أيام. وعلى أمل أن يبقى التلاميذ والطلاب في العراق وهم ملاذ نهضته ومستقبله المنشود، بعيدين عن الصراعات والخلافات التي ساهمت بتراجع العراق ووقف عجلة تقدمه، يبقى القلق مصاحبا للأهالي الذين باتوا يرون مصير أبنائهم على المحك.